بعد أن زار معالي السيد الوزير موقع تطوير شط الحلة يوم السبت مصادف 26، وأوعز معاليه بتكثيف الجهد وإيلاء المشروع أهمية قصوى واهتمام بتنفيذ المشروع والإسراع بتنفيذه وتكثيف الجهود. الآن تم تعزيز المشروع بآليات حفارات ذراع طويل، حيث أصبح الآن الجهد الآلي بالموقع بحدود 16 حفارة ذراع طويل ممتدة على جانبي أو على ضفتي الشط، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. بعد أن كان الجهد محصور بالجانب الأيمن، باشرت الشركة بالعمل بالجانب الأيسر، حيث قامت بتنظيف وكري المقطع ورفع القصب والبردي وتهيئة الموقع لرمي الحجر وإكمال بقية الفقرات. الآن كما تشاهدون أنه الآليات تعمل بالجانب الأيمن وأصبحت على امتداد 3 كيلوات، يعني احنا الجانب الأيمن أوشكنا أن ينجز كتنظيف، وهنالك مقطع بحدود 300 متر يتم الآن تجهيز، حيث تم تهيئة الموقع لأعمال التكسية التي سيتم المباشرة بها بعد أن يتم تنزيل مناسيب أو خفض مناسيب المياه في شط الحلة بتاريخ 1/10، والشركة مهيئة كل كادرها وآلياتها للمباشرة ببناء السن الحجري اللي قبل التكسية. وإضافة إلى أنه قامت الشركة الآن بأعمال المساحية اللي هي تحديد العرض من عرض الشط التصميمي ومناطق التكسية والمناسيب وتحديد العلامات والمسافات الكيلومترية على طول ضفتي النهر. المهندس فالح حسن علي السعيدي، مدير الموارد المائية في بابل.